السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة جايبين البلف. البلف بتاعنا النهاردة اسمه بلف عبده حنفية. عبده حنفية دوت نوع من أنظف الأنواع الموجودة في السوق. بنحدد نوع نظافة البلف بناء على إيه؟ على النحاس وعلى المرونة بتاعته وعلى إن النحاس بيكون تقيل وكويس. وبرضه بنشوف النحاس بتاع الصامولة والنحاس بتاع البلف الجزء العلوي اللي بيركب فيه البانيو من فوق، وبرضه قطعة النحاس اللي بتركب معانا من تحت. زي ما حضراتكم شايفين احنا متابعين معانا التركيب. بعد ما ركبته في البانيو علشان أأمن عليه بجيب أنبوبة سيليكون، وعلى كل اللي أنا كنت مربطه ببدأ أدهن سيليكون عليه علشان أتأكد إن مفيش تسريب مية منه. طبعا احنا كده كده دلوقتي بنعمله له كده، لكن بعد كده بنعمله اختبار. الاختبار ده عباره عن ايه؟ ان انا بخلص التوصيله بتاعتي وبملى الخط ميه وبحط تحت اللوازم ورقه. ده زي ما حضراتكم شايفين بانيو اوتوماتيك، تمام؟ طبقه صرف بانيو اوتوماتيك. اسمه ايه بقى؟ اهو عبده حنفيه، زي ما مكتوبه الانجليزي عبده حنفيه، تمام؟ البلف ده من نوع من انظف الانواع اللي احنا استخدمناه في البلوفة بتاعة البانيو. وزي ما حضراتكم شايفين احنا مركبينه، وبعد ما ركبناه جبنا انبوبة سيليكون ولفينا عليه في كل اللوازم بتاعته علشان نتأكد من ان هو راكب بطريقة جيدة وراكب بطريقة كويسة. بعد كده فاضله الجلبة بسن. الجلبة بسن برضو هنجيبها وبرضو هيتحط لها نقطة سيليكون عليها علشان لما اربطها اتأكد ان اكن السيليكون ده عمل كالجوان، واتاكد لان طبعا البانيو حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي هو ما ينفعش اركبه وانا عندي فيه شك ولو 1%، لان دي حاجه من الحاجات اللي بتتدفن، فلو فيها تسريب ولا لو فيها اي حاجه بايظه بتزعلني جامد جدا جدا. بالتالي كده احنا خلاص ركبنا البلف وكمان ركبنا الجلبه بسن اللي هي بتركب على اساس تبقى جاهزه للصرف الابيض للتوصيل بتاعه. بعد كده بقى بنروح نجهزوا القاعده بتاعه البانيو ونحددوا المكان بتاعها ونخلي السروفه كلها ظاهره علشان نحطه تحتها ورقه ونملى البانيو ميه ونفتح الخط ونشوفه في حاجه هتنقط ولا لا. بكده نكون خلصنا. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم.